مايد العجان كرة إلى أمام، يا السلام على الاستلام، يا السلام يا السلام يا السلام، كيمو جول ظهر في الكرة الأخيرة وصنع الفرحة الرفاعية باستلام رائع ووضع الكرة داخل الشباك. شاهد هنا التمريرة، هنا استلام كوميل، يا السلام على الاستلام، وبعد ذلك هو 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 الهجومية للوصول إلى التعادل. هنا المرور، يا السلام بشكل رائع، الكرة العرضية لإبعاد، ما زالت تسديد، الله 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 على الهدف الحلاوي، يا السلام على الحالة، يا السلام على التعادل، ويا السلام على هز الشباك. هنا إسراء والمجهود الرائع، هنا الكرة العرضية، وهنا ياه تمرير مرهون، يا السلام يا السلام على التقدم، وفيها ركلة جزاء، ركلة جزاء أو للقراب لكلام آخر، كوميل هنا التقدم والتسديد، جول رفاعي ثاني عن طريق كيمو، جول كامل الأوصاف، يعطي التقدم للرفاع بهدف ثاني من ركلة الجزاء للتقدم، هنا انتظر، هنا حولها للشباك رغم متابعة محمد القرابلي. أول أهدافه، هنا الاستلام، هنا التقدم، هنا المرور، هنا يا السلام يا السلام يا السلام، يا ساتر يا محمود البحر على الهدف الثالث، وأنهى الأمور وأنهى الأمور وقتل المباراة على الحالة. هنا المرور، يا ساتر على التقدم، ويا الله على التسديد، محمود البحر هنا مر، هنا وصل للشباك الحلوية.